أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالجهود المبذولة لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع وزير البترول طارق الملا، وذلك لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي فيما يخص عددا من ملفات العمل وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول. كما اطمأن رئيس الوزراء خلال الاجتماع على توافر المنتجات البترولية المختلفة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية منصور آل حامد، وأكد وزير البترول في هذا اللقاء عن استعداد قطاع البترول لتعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية التي تتطلع لضخ استثمارات جديدة في عدد من المجالات وتنويع استثماراتها في قطاع البترول. من جانبه أكد رئيس شركة مبادلة للبترول أن مصر دولة واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبترول والغاز، مضيفا أن الشركة تتطلع لزيادة ضخ استثماراتها في مصر. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 9866 نقطة، وأغلق عند 9728 نقطة منخفضا بنسبة 41%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 عند مستوى 1854 نقطة، وأغلق عند 1820 نقطة متراجعا بنسبة 1.8%. كما فتح مؤشر إيجيكس 100 عند مستوى 2738 نقطة ليغلق عند مستوى 2693 نقطة منخفضا بنسبة 1.6%. قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير، والذي يعتبر قانون للنفط والغاز في إقليم كردستان العراق، غير دستوري وسينفذ باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية. كانت المحكمة الاتحادية قد اعتبرت في فبراير الماضي أن قانون النفط والغاز والذي ينظم صناعة النفط في الإقليم غير دستوري، وطالبت السلطات هناك بتسليم إمداداتها من الخام للحكومة الاتحادية. انتهت هذه الجولة مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرة التاسعة مع ريهام وآية.